لكن في تفاصيل اكتر وفي اكيد تغطيه من مقر النادي الاهلي بالجزيره لشرح كل الامور المتعلقه بهذا التعاقد مع الشريك الثالث. مجلس اداره شركه جي ال سي النهارده كمان هيكون موجود مع مجلس اداره النادي الاهلي. لكن مزيدا من التفاصيل نروح لزميلنا كريم احمد موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في المقر الرئيسي للنادي الاهلي في الجزيره عشان نعرف منه أبرز الأخبار والمعلومات اللي بالتأكيد قبل الإعلان عن هذا التعاقد وقبل بداية المؤتمر الصحفي. مساء الخير يا كريم. كل التحية ليك زميلي العزيز محمد سعيد، برحب بيك في البداية، وأيضا كمان تحياتنا لقادنا الرياضيين الكبار الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ عبد الحكيم أبو علم من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. والحقيقة يمكن الفخر مستمر والاعتزاز الكبير والخطة الكبيرة جدا التسويقية الحقيقة اللي بيقوم بيها مجلس إدارة النادي الأهلي. يعني بنشهد خلال الأيام الماضية مؤتمرات، يعني كل أسبوع بنشوف مؤتمر، بنشوف أحداث، بنشوف أمور عظيمة جدا. تعظيم القيمة التسويقية للنادي الأهلي ده كان أمر مهم جدا مع مجلس إدارة النادي الأهلي، عشان كده في كل الأمور بنشيد بمجلس الإدارة على دوره الكبير وعلى التكاتف وعلى الوفاء بكل التعهدات والالتزامات خلال المرحلة الماضية رغم التحديات الكبيرة والظروف الصعبة جدا اللي بيمر بيها طبعا البلاد كلها يمكن دول العالم كلها. لكن النادي الأهلي بتلاقي مؤتمر صحفي، بتلاقي خلاص يمكن على قرابة يعني أيام قليلة جدا إن شاء الله بإذن الله ونشوف الفرع الرابع ومقر النادي الأهلي الرابع بالقاهرة الجديدة، حاجة رائعة ومميزة في كل الاتجاهات. مجلس الإدارة بيبذل مجهود كبير جدا لإرضاء جمهور النادي الأهلي وإسعاد أيضا كمان أعضاء الجمعية العمومية. متواجدين طبعا زميلي العزيز محمد سعيد هنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، يعني نقدر نقول لحظات بسيطة جدا وننطلق إن شاء الله المؤتمر الخاص الصحفي لنقل وقائع الإعلان الرسمي عن الراعي الثالث. طبعا شركة جي ال سي شركة كبيرة طبعا وشركة قيمة جدا للنادي الأهلي، مع زي ما شفنا قبل كده طبعا شركة اتصالات وأيضا كمان بنك أبو ظبي، حاجة رائعة ومميزة. ولسه كمان يعني زي ما بنقول بتتدفق الرعاة على النادي الأهلي بقيمته التسويقية وجماهيريته الكبيرة، النادي الأكبر والأعرق والأعظم طبعا في الشرق الأوسط أيضا كمان وفي أفريقيا. فالأمور الحمد لله بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي ماشية بشكل طيب جدا، خطوات إلى الأمام، أمر رائع ومميز. الكل طبعا النهاردة منتظر الحضور، كابتن محمود الخطيب مجلس الإدارة، أيضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ وعدد من لاعبي النادي الأهلي طبعا لاعبين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم. كل الأمور دي إن شاء الله هتكون من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، هنتابع بشكل حصري إن شاء الله بإذن الله نقاء المجتمع الصحفي للنادي الأهلي وأيضا كمان الكلمات الخاصة للكابتن محمود الخطيب وكل الحضور. الأمور طيبة جدا، تنظيم على أعلى مستوى كالعادة طبعا من الإدارة التنفيذية دكتور سعد الشلبي طبعا المدير التنفيذي للنادي الأهلي وكل الحقيقة الخدمات المتواجدة طبعا بتنقل المؤتمر على أعلى مستوى. النادي الأهلي لما بيعمل مؤتمر بيكون مؤتمر قيم، بيكون مؤتمر هادف، فإن شاء الله بإذن الله مؤتمر يليق باسم النادي الأهلي بقيمته الكبيرة. وأيضا كمان إن شاء الله بإذن الله يكون لنا لقاءات بقى بإذن الله عقب انتهاء هذا المؤتمر نستطلع رأي الناس طبعا على الخطوات الإيجابية الكبيرة جدا اللي بياخدها النادي الأهلي تحديدا في خطة التسويق. مستمرين بالتأكيد يا محمد معاك طبعا لحظة بلحظة بننقل كل الأخبار الخاصة طبعا بوقائع المؤتمر الصحفي الخاص اليوم للإعلان عن الراعي الثالث للنادي الأهلي. تمام، شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من مقر النادي الاهلي بالجزيره وقبل وقائع المؤتمر الصحفي للاعلان عن الراعي الثالث للنادي الاهلي شركه جي ال سي.